أنا سلمى علي وده دجاج محشي. السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الدجاج المحشي أو الحمام الكذاب، لكن زي ما احنا شايفين هو مش شكل الحمام الكذاب اللي احنا متعودين عليه، لأنه بالطريقة التركية، طريقة مختلفة ولذيذة جدا وسهلة جدا جدا جدا، فعلا هتعتمدوها من سهولتها. جبت وراك مخلية ودقتها، ولكن حافظت على الجلد انه ما يتقطعش مني علشان الحشو. كررت ده في كل الدجاج اللي عندي. وبعدين جهزت التتبيلة، التوابل وشوية زيت، وخلطتهم وتبلت بيهم الدجاج. ما فيش اسهل من كده. الدجاج تبلته كويس وبعدين غطيته ودخلته التلاجة ليلة كاملة. طبعا كل ما تبات في التتبيلة هتدينا طعم احلى وهتشرب التتبيلة كويس. بنغطيها كويس وندخلها التلاجة، ولو مستعجلين هنخليها ساعتين بس. تاني يوم هنعمل الحشوة. بسخن الزيت وبحط معاه الرز المغسول والمتصفي كويس واقلبهم مع بعض، وبعدين احط البصل المفروم واقلبهم مع الرز شوية، واحط التوابل والملح واقلبهم، والزبيب، الزبيب نقعته شوية قبل ما احطه، وبعدين اقلب الرز مع التوابل علشان يتشرب كويس التوابل ويتغلف كويس بيها. حطيت المية وخليته على نار عالية لغاية ما غلي وتشرب، وبعدين وطيت النار وخليته على نار هادية يستوي. شلته من على النار وعملت الصلصة. الصلصة عبارة عن صلصة طماطم، زيت ومية. أنا كاتبة لكم الطريقة في صندوق الوصف. حطيت ملح وفلفل بس مش كتير، لأن الدجاج والرز متبلين. حمرت مكسرات وحطيتها على الرز. الطريقة الأصلية ما فيهاش مكسرات، لكن إضافة المكسرات نقلتها مستوى تاني تماما. حطيت الدجاج في طبق غويط وحشيته بالرز اللي أنا عملته، وما نخافش من كمية الرز اللي حطيناها، لأن الرز مستوي مش هينفش وهيطلع برا الدجاج. المهم إن احنا نقفل عليه الدجاج كويس. بنلم الدجاج زي ما احنا شايفين على الحشوة، ومش هيحتاج مننا ولا خيط ولا خلة ولا أي حاجة. هو هياخد نفس الشكل اللي احنا عاملينه مجرد ما يدخل في السوا. زي ما شايفين انا بقفل الدجاج من تحت بايدي كويس، وبعدين بحطه في الصينيه. هنرص الدجاج زي ما احنا شايفين ونكمل حشو الدجاج، ونحطه في الصينيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين هنحط عليه الصلصه اللي احنا عملناها وندخله الفرن. الفرن طبعا سخنته اول ما اشتغلت وحطيته في الفرن. الفرن على 250 درجه، ما خدش وقت طويل في الفرن. حمرت الوش، تشغلي شوايه تحمر الوش شويه، وبعدين شايفين احنا الدجاج بطلعه ما فيش رز في الصينية، يعني مقفول حلو والرز ما طلعش منه. عملت رز زيادة بنفس طريقة الرز بتاع الحشوة، لكن حطيت لها مرقة دجاج. الدجاج زي ما احنا شايفينه دجاج طري جدا، والرز ما شاء الله مفلفل من جوه وطعمه فعلا لذيذ. حقيقة طريقة الدجاج ده اسهل كتير كتير من الحمام الكذاب المسلوق وبعدين بنحمره. طعم الدجاج في الفرن اكيد ألذ واطعم كتير من الدجاج المسلوق. الحشوة سهلة زي ما احنا شايفين، مش محتاجة لف ولا محتاجة خياطة ولا اي حاجة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.